لا يخلو أي تجمع نسائي في تبادل الحوار حول الخلطات الطبية والأعشاب والوصفات المجربة، ولا يزال الناس يقبلون على التداوي بالأعشاب، حيث أنه كما يقال إن لم تنفع فلن تضر. الناس عندها معلومات أنه هذا الزعتر عندها، الببونج عندها، الشيح عندها، الجعدي، هاي البعثران، هذا كله مفيد يعني عن زمان جدودنا احنا بنتعامل فيها. ايوه، فاحنا دائما ما بنتركه هذا الاعشاب نهائيا، دائما بنحطها على الشاي، بنحطها على الشغلات زي هيك، بنغليها لحالها وبنشربها. عيسى الرفايعة احد العطارين في مدينة معان يرى ان الناس ما تزال ترتاد محلات العطارة بحثا عن المواد الطبيعية والأعشاب التي فيها الشفاء والعافية. إن بنمارس المهنة هذه لها فترة طويلة يعني، وإقبال الناس جيد الحمد لله. البهارات، في خلطات بهارات بتميز فيها محافظة معان، الأعشاب الطبية ناس كثير بيقبلوا عليها، خلطات التنحيف في عليها إقبال كمان، وسوقها متنوع معان، الناس تلقى فيها فائدة طبية يعني، فيها نوعا ما بديل عن بعض العقاقير الطبية يعني، الناس بيستفيدوا عليها. في خلطات متوارثة يعني الناس عارفيتها وبتتعامل فيها من قديم لأنه متوارثة ومجربة ومفعولها كويس. قد يكون المثل الشعبي اسأل مجرب ولا تسأل طبيب صدى واسعا عند الكثيرين من الناس، ولكن لا يزال سوق العطارة يلقى رواجا كبيرا حتى يومنا هذا.